مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها الأردن يحبط مخططا إيرانيا على أراضيه ويكشف عن علاقة الإخوان المسلمين بطهران. ولدينا أيضا مفاتيح دبي، تحقيق يفك أقفال خفايا عائلة الأسد المالية في دبي. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أردنيين مطلعين أن المملكة أحبطت مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد، وذلك لتنفيذ أعمال تخريبية عن طريق خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس، في حين نفت الحركتان تورطهما فيما نقلته وكالة رويترز. يجد الأردن نفسه اليوم في وجه عاصفة عاتية في عقر داره، ربما تتحول إلى إعصار من نوع آخر مع إعلانها إحباط مخطط إيراني. قالت عمان إن هدفه كان مساعدة معارضي النظام الملكي الحاكم في الأردن وزعزعة استقرار المملكة ومحاولة جرها إلى الحرب الدائرة في غزة. محاولة الأردن التلاعب مع كل الأطراف والوقوف بمهارة على مسافة واحدة من دول المنطقة لم يشفع له على ما يبدو للتصادم مع إيران بعد تهديدها بجعل الأردن الهدف التالي بعد تل أبيب، وهو أمر عملت عليه طهران من خلال تهريب الأسلحة وزعزعة الاستقرار في المملكة كما تقول عمان، من خلال خلايا مرتبطة بالإخوان المسلمين وحركة حماس بتوجيهات إيرانية، وهو أمر نفاه الطرفان. التغيير في خارطة المشهد العام على الحدود السورية الأردنية وتغول الميليشيات الإيرانية أكثر من أي وقت آخر، فضلا عن الشعور بالاستياء وعدم الرضا مما جرى ويجري، دفع عمان لإعادة دراسة جدوى تطبيعها مع النظام بعد تهربه من مجموعة استحقاقات وعد بها على رأسها ملف المخدرات وتنامي التهديدات على حدودها بعد أن وصل البل إليها، فلم تكن تدرك أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه الآن. البيان الأردني الذي جاء قبل أيام من القمة العربية المنتظرة في المنامة فتح باب التساؤل عن سياق الحراك العربي للتطبيع مع الأسد ودلالة توقيته في ظل الحديث عن ندبة جديدة في مسار التطبيع مع النظام والتهدئة بالانفتاح عليه لاختبار مدى جديته في الالتزام بالمتطلبات العربية. هي أزمة كبيرة تواجه الأردن الذي يقف خط دفاع أول أمام هجمات المهربين والميليشيات الإيرانية الرامية لإيصال المخدرات والأسلحة إلى دول الخليج وخاصة السعودية، في حين يتجاهل النظام أي رسائل عربية بشأن التدخل والمساعدات في ضبط الحدود. ينضم إلينا الآن سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. سينضم إلينا لاحقاً الدكتور محمد القطاطشة، الأستاذ في العلوم السياسية من عمان. أستاذ سالم، مرحباً بك. بوصفك المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً في الأردن، أنتم متهمون بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في المملكة بدعم إيراني وفق تقرير لوكالة رويترز، ما ردكم على ذلك؟ أولاً أشكركم على الاستضافة وأتمنى أن وسائل الإعلام العربية تبقى تتمتع بالمصداقية وعدم الانجرار وراء الإعلام الصهيوني أو من يتحكمون بالإعلام في العالم بما في ذلك وكالات الأنباء العالمية، التي لا يخفى على أحد أن إسرائيل واللوبي الصهيوني يمتلك معظم هذه الوسائل العالمية. لكن وكالة رويترز أستاذ سالم نقلت عن مصادر أردنية مطلعة من الدبابة، نقلت عن مصادر أردنية مطلعة، والإعلام الأردني ليس عاجزا ولا يختفي حول وكالة خلف وكالة رويترز،
وهي نسبت إلى مصدرين تقول مطلعان ولم تذكر هذين المصدرين، فهذا مما يدلل على صناعة الخبر. هزئ الأردنيون اليوم من شرائح مختلفة منهم من هذا الخبر. أولا أنا تركت الإخوان المسلمين منذ ما يقرب من 10 سنوات، وربما اختلفت معهم ومختلف معهم في بعض المواقف السياسية، لكن هذا الاختلاف أعتقد أنه لا يمكن أن يسمح لي ولا حتى للمخالفين تاريخيا للإخوان المسلمين إلا أن يقولوا القول الحق، لأن هذه أمانة وهذه شهادة. الإخوان المسلمون في الأردن لا يحتاجون إلى شهادة حسن سلوك من أحد حتى يثبتوا علاقتهم بالنظام السياسي الرسمي منذ 1945. ومر بالأردن منعطفات حادة كثيرة كان موقف الإخوان المسلمين منها واضحا وبارزا، سواء في 56 أو في 89 أو ما بعد ذلك. حتى هبة نيسان التي اشترك فيها كثيرون الإخوان المسلمون توقفوا عن المشاركة فيها في سنة 1989، وعاب عليهم كثير من السياسيين الذين يقتربون الآن من النظام وكانوا أعداء بل كانوا في مصادمة مع النظام. اليوم معركة غزة معركة فاضحة فضحت الكثيرين وعرتهم، فعندما تعجز إسرائيل الآن عن مواجهة مقاومة شعبية محاصرة منذ 16 سنة إلا بقتل المدنيين واستهداف الأطفال والنساء وتدمير أي شيء موجود يمكن أن يفضي إلى حياة، الآن وسائلها بالإعلام ترسم الفتن داخل الجسم العربي والإسلامي. طيب أستاذ الإخوان سالم، المسلمون في حد سالم هذا في هذا معلومة تقوم به إسرائيل، ليسوا في وفاق مع إيران. نعم، بل لكن أخذوا بل نعم بل أخذوا بل أخذوا على اسمح لي بل أخذوا على حركة حماس أحيانا مواقفها من إيران، وهذا معلوم لدى الأردنيين وليس لدى الإخوان المسلمين في حدود علمي لما كنت وبعد متابعتي أي علاقة مع إيران. ثانيا، لفت النظر عن العدو الحقيقي، العدو الصهيوني الذي قتل سواء القتل الحقيقي أو ما يشبه القتل الآن بالاختفاء أو بالجراح أكثر من 100,000 فلسطيني خلال السبع أشهر الماضية. هذا معلوم الجرائم التي تقوم بها إسرائيل، لكن أستاذ سالم يعني هناك أعضاء، هناك أعضاء من الجماعة عن ترتيبه أنه العدو الأول. نعم، جرى إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم السلاح، صحيح؟ لا، مش أنا حدود علم. أولا أنا لما كلمتوني بالفضائية أنا لست الشخص الأنسب للحديث عن هذا الموضوع. أنا أعتقد أن هذا غير صحيح، وقلت لك أنه الأردنيين اليوم يهزؤون من هذا الخبر لأنه مفبرك تماما. خلية تابعة للإخوان المسلمين مرتبطة بإيران، مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية حماس، تخطط من أجل الاعتداء على الأردن. ليس في الأردن تنظيم سياسي وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين من يفكروا مجرد التفكير، هذا تفكير فاسد في عقول خربة، وليس في حركة حماس. حركة حماس توافقت مع النظام الأردني في عام 1991، تسمع 1991، على أن يدخل عدد من قياديها، وأما موضوع الأسلحة فيها فهي للمرور من أجل الحفاظ على الأردن وفلسطين، ولم يسجل لا على الإخوان المسلمين خلال 79 سنة من هذا التاريخ أي حادث يدعم مثل هذا التوجه، ولم يسجل على حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها حاولت أن تعبث بأمن الأردن وهي تتحدث صباح مساء ترفض الوطن البديل وتعتبر الأردن أردن وفلسطين فلسطين، لكنها طيب تطلب يعني هو النصرة التقارير وتقدم التي تفيد الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي أيما تقدير. طيب يعني هو التقارير أن هناك أسلحة تمر عبر ميليشيات إيرانية من سوريا، يعني هذا شبه مؤكد، لكن هو الحديث الآن ما تقوله رويترز الجديد أن هناك نية لاستخدام ذلك داخل الأردن، وهذا لا هو غير يعني مؤكد. هذا غير مؤكد، هذا هي المشكلة. مشكلتنا في الأردن يا سيدي، اسمع أستاذ،
الأمن الأردني والعين الأردنية الرسمية والشعبية لا تسمح بأن يدخل أي سلاح يستهدف أمن الأردن. في مشكلة عندنا بالأردن نعاني منها نحن كشعب ونعاني منها كدولة، وهي قضية المخدرات. وهؤلاء عملاء المخدرات مسلحون ولهم عملاء داخل الأراضي الأردنية، وربما يمدونهم بالسلاح، وقد استشهد عدد من أبنائنا في الجيش الأردني على أيدي هؤلاء. وأنا هؤلاء قد يكونوا من إيران، قد يكونوا من ميليشياتها، قد يكونوا، لكن يعني هذه الفبركة وبهذا الوقت ونسبة الخبر، لما لا يقول صرح الأمن الأردني إلى مصادر أمنية أردنية مصدرين مطلعين؟ يا أخي قل هذا الخبر. طيب. ولا أنت السباق بهذا الخبر. أنا أدافع عن بلدي، أنا كمواطن أردني أدافع عن بلدي ويدي قبل يد الجندي الأردني، ولا أسمح لا لإيراني ولا لأي جهة أن تعتدي على أمن الأردن. طيب. ينضم إلينا الدكتور. محاولة زرع الفتن الآن. طيب يعني بين الشعب الأردني وبين اسمح لي لا تقاطعني، زراعة فتنة الآن بين تنظيم سياسي أنا مختلف معه، لكن هذا التنظيم يحظى بالاحترام تختلف معه سواء داخل الأردن. طيب. داخل العالم العربي، في العالم، وموقف حركة المقاومة الإسلامية حماس لا يصح أن يتحسس منه أحد. طيب يعني لأن حماس فضحت القاعدين، أنت تنفي. ثم حماس أوجدت لنا أنصارا في الجامعات الأمريكية في أعلى مستويات ثقافية، جعلت الشباب الجامعي الأمريكي يصبر على الأذى والاعتقال والحرمان من الدراسة. طيب. ويردد ويرفع شعار فلسطين ويطلب من حكومته ومن جامعاته التوقف. طيب. عن التعامل المالي مع الجامعات مع إسرائيل. طيب. دكتور وأوقفوا محمد مليارات الدولارات يعني وحققوا أستاذ سالم أرجو يعني أن سعود إليك الأمريكية. نعم سعود إليك، لكن دكتور محمد يعني تقرير وكالة رويترز يؤكد أن هناك من يعني جرى إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة، وأن هناك خلية متهمة بالتبعية للإخوان المسلمين، وأن تهريب السلاح يتم عبر ميليشيات إيرانية من سوريا. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ شكرا سيدي لك ولضيوفك الكرام. يعني أنا أعلق أنه قد تكون الخلية هي من الذين، يعني اليوم إحنا بنعرف أنه حماس لا تستطيع أن تضبط من يكون في سوريا، لكن أعتقد أن حماس وغير حماس من القوى ومن المنظمات التي لها قضية مع إسرائيل، قضية دفاع عن أراضيهم، يعلموا أن الأردن ليس ساحة سهلة. وبالتالي أنا أعتقد أن تقرير رويتر اليوم فيه شيء من المغالطات. نحن نعتقد اليوم أن حماس لن تتجرأ على الدخول أو فتح الساحة الأردنية للأسلحة، لأنها تعلم علم اليقين أن الأردن ليست ساحة في هذا الموضوع، وانتهى موضوع المنظمات التي تستنزف إسرائيل سنة 1970، انتهى بموافقة النظام السياسي، القيادة السياسية آنذاك، والجيش الأردني، الجيش العربي، والشعب الأردني كافة. الشعب الأردني يريد تحرير فلسطين، لكن يعلم علم اليقين أننا لسنا منطقة مستباحة، إذا أردنا تحريرها نحررها عن طريق الدولة الأردنية، تحررها مع الدول العربية الشقيقة، مع منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي المسار السياسي. ولذلك الأردن دكتور محمد يعني منزعج من تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية، ولذلك منزعج من سلوك النظام السوري الذي لم يقم بضبط هذه الحدود، صحيح؟ نعم نعم صحيح سيدي. ونحن اليوم نعيد ترتيب علاقاتنا التي فتحناها للأشقاء السوريين، لأننا لدينا 1.25 مليون لاجئ سوري شقيق في أخوة أعزاء دخلوا في المجتمع الأردني، ولا نعتبرهم لاجئين، دخلوا في كل النظم الاقتصادية والمدارسنا وشاركونا في مدارسنا ومياهنا. وبالتالي نحن نعيد، نحن نعلم علم اليقين في الأردن قيادة وشعبا، والجيش العربي كذلك، نعلم أن اليوم سوريا مستباحة، وأن الفرقة الرابعة كما تعلم أنها هي التي تتاجر في المخدرات وفي الأسلحة، وأعتقد أكثر من مرة حاولت هي والميليشيات الإيرانية أن تدخل أو أن تستبيح الدولة الأردنية، لكن يعلم علم اليقين أننا غيرنا قواعد الاشتباك، وبالتالي الجيش العربي اليوم يقتل هؤلاء الإرهابيين. واليوم زفينا شهيد من القوات المسلحة من الجيش العربي دفاعا عن أراضينا. نحن اليوم جيشنا العربي يخوض حرب غير معلنة على الحدود الشمالية،
نخوض حرب مع إيران، حرب مع الميليشيات الإيرانية. طيب برأيك ما الذي تريده إيران؟ يعني هل فعلا تريد، يعني تقرير رويترز يتحدث عن محاولات لقلب نظام الحكم في الأردن، يعني ليس مجرد تهريب أسلحة. يا سيدي تقرير رويتر مغلوط، يعني أنت تستطيع أن تقول أن ممكن أن يكون هناك، يعني لو أن هذا المخترع عن أمريكا لا أصدقه. اليوم الشعب الأردني موضوع، لا يوجد شيء اسمه نظام في الأردن، يوجد دولة أردنية لديها قيادة سياسية تتمثل بجلالة الملك وولي العهد ومؤسسة العرش. يعني أنا حتى أنا لا أقبل من أي شخص أن يتحدث عن قلب النظام. لا يوجد لدينا نظام في الأردن، نحن لدينا ملك جزء من النظام الدستوري الأردني، وبالتالي لا يوجد لدينا نظام منفصل عن الشعب. لا تستطيع إيران، أنا أستطيع أن أقول أنه يمكن أن تحصل هناك ثورة في إيران، وأنت تعلم هذا الموضوع. لكن في الأردن هذا التقرير أنا أعتقد أنه مغلوط، وأعتقد أن طيب. أن 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 فيه أياد إيرانية، واليوم رويتر تعلم علم اليقين قد تكون فيها أيدي صهيونية لمواقف الأردن الصامدة طيب. ضد هذه الحركة الصهيونية المتطرفة. طيب نحن يعني حديثنا طبعا ليس عن الأردن لكن عما تقوم به إيران. وأستاذ سالم، يعني أنت تعلم إنه إيران نشاطها يوصف بأنه مزعزع للاستقرار في المنطقة، وهذا ليس خافيا على أحد. حتى الشهر الماضي حينما حاولت إرسال الرد على إسرائيل بعد استهداف قنصليتها في دمشق عبر الأجواء الأردنية، والأردن أسقط مسيرات ورفض ذلك استخدام الأجواء الأردنية، وكان هناك تصريح من أحد المسؤولين الإيرانيين أن الأردن قد يكون هدفا تاليا. يعني إيران نشاطها ليس خفيا، لم يعد خفيا في المنطقة. وبالتالي كيف تنظرون أنتم، يعني لو سألتك سواء جبهة العمل الإسلامي أو حزب يعني الشراكة والإنقاذ أو حتى جماعة الإخوة المسلمين، لما تقوم به إيران؟ أنا بدي أؤكد على ما قاله الدكتور قبل قليل، أن الحديث عن قلب نظام الحكم في الأردن، هذا الخبر رويترز، هذا إساءة كبيرة للأردن. هذا تصوير الأردن أننا دولة هشة بتيجي مجموعة أو خلية وصلها أسلحة، ما بعرف شو هاي الأسلحة، وهي قادرة على زعزعة النظام في الأردن. يعني هذه كذبة كبيرة، وهي إساءة للأردن، وكأن الأردن بيضة نية يمكن أن تكسر بأي لحظة. الأردن قوي، يختلف المعارضون مع الحكومة، وتعتقل الحكومة أردنيين كثر، لكن عندما يصبح هناك تهديد للدولة الأردنية ما في حدا إلا ويقف مع دولته. وقصة أنه هذه مؤامرات ومن أجل، هذا كلام فارغ لا يستحق العقلاء أن يتوقفوا عنده. إيران عندها مشروع لبناء دولتها، تستبيح في سبيل ذلك كل شيء. عتبي على الدول العربية أن لا يكون لنا مشروع. نعم قد تكون إيران لهذا المشروع تهددنا، نعم ممكن، وتقوم لخدمة مصالحها. وليس هناك الآن حد رسالي، انفضحت إيران وانفضح معظم العرب وانفضح النظام العالمي وانفضحت المواثيق الدولية، وبرز لدينا الآن شعوب أوروبية وأمريكية تقوم بما نقوم به نحن العرب في بلادنا. نعم، ولذلك الدولة الأردنية واعية، وأمنها واعي، وجيشها واعي، ونعم تدفع تضحيات، واستشهد عنا عدد ناس من أقاربي على الحدود بسبب هذه الجيوش الجرارة من المهربين الذين يمتلكون وسائل متقدمة ورؤية ليلية ورشاوة وقوة تدعمهم. نعم، وجميعا يجب أن ننتبه لهذا. طيب. وهذا تدمير لأبنائنا، أدخلوا هذه المخدرات على أبنائنا. أنا لا أدافع عن أحد، لكن أقول العدو رقم واحد هو العدو الصهيوني الذي يقتلنا. طيب. لا يهددنا بالقتل، إنما قتل منا 35,000 و 65,000 الآن بحكم القتلى. طيب. لا يجدون علاجا. نعم. وبقية 2 مليون لا يجدون ماء ولا علاجا ولا غذاء ولا دواء ولا إيواء. طيب يعني هو هناك عدو واضح تقول إسرائيل، واضح وصلتنا. أي. الموقف الأردني الشعبي وحتى الموقف الرسمي، اسمح لي أكمل هذه الجملة، لا يعجب إسرائيل ولا طيب. يعجب أمريكا. يريدون الأردن، حتى الأردن الرسمي، أن يكون أداة طيعة تماما
وحديقة خلفية لإسرائيل. طيب لا خلاف على ذلك، ولا يكون حتى لو اختلف. لكن يعني كي نجيب على النقطة المحددة أريد أستاذ سالم فقط، يعني أنت تعلم الإخوان إسرائيل فقط، يعني أستاذ سالم أريدك أن تجيب على هذه النقطة فقط، سأترك لك المجال. لكن تعلم إسرائيل عدو وترتكب جرائم، لكن البعض أحيانا يحاول تبرير ما تقوم به إيران بدعوى أنها تحارب إسرائيل. لذلك أنا أسألك، أنتم كقوى سياسية أردنية إسلامية، هل لديكم موقف واضح؟ تعتبرون إيران نشاطها مزعزع للاستقرار؟ تعتبرونها خصما أو حتى عدوا؟ أنا لا أدافع عن إيران، وقلت لك أن غزة فضحت إيران وفضحت تركيا وفضحت روسيا وفضحت الأنظمة العربية وفضحت العالم، فهي مدانة. لو كانت فعلا هذه الشعارات التي ترفع صحيحة لدافعوا عن غزة ولما تركوها بهذه الحال. أنا لا أدافع عن إيران ولا عن غير، أنا أدينها وقد فضحوا وكشفوا، لكن الشعب الغزي والفلسطيني بشكل عام مرغ أنف الصهاينة حتى هذا اليوم، بالشهر الثامن دخلنا، ودباباتهم وأسلحتهم وعملائهم بإذن الله ستحصد الخيبة تلو الخيبة. وبالتالي طيب، إيران ولا أي دولة تعتدي على الأردن أو تهدد الأردن أنا أدافع عنها، بالعكس أنا سأكون ضدها منذ اللحظة الأولى. لكن لا يصح أن نستعدي دولا وشعوبا استعداء نصنعه من أجل إرضاء أصدقاء إسرائيل. طيب يعني طبعا نشاط إيران يعني ارتكاب الجرائم أيضا بالتوازي مع ما تقوم بإسرائيل أيضا هو يعني حصل في المنطقة في سوريا والعراق ولبنان واليمن والأخرى، ولذلك ندين الآن ما تقوم به ميليشياته. نعم دكتور محمد، يعني أريد أن أسألك عن تأثير ما تقوم به إيران وموضوع تهريب الأسلحة وما كشفه هذا التقرير بموضوع مسار التطبيب مع النظام السوري. لأنه تعلم كان هناك اجتماع للجنة الاتصال الوزارية بشأن سوريا، وقبل أكثر من أسبوع أجل، يعني تقول أنباء الأردن طلب تأجيل هذا الاجتماع. هل الموضوع يتعلق بذلك؟ يعني لأنه الأردن مستاء من سماح النظام السوري بتهريب الأسلحة، قيام الميليشيات الإيرانية بذلك عبر أراضيه، وبالتالي أوقف هذا المسار؟ دكتور محمد؟ طيب يبدو دكتور محمد ليس معنا الآن، سنحاول في حال عاد إلينا لاحقا نوجه إليه هذا السؤال. أستاذ سالم، برأيك ما تداعيات هذه الأنشطة وعمل استمرار عمليات يعني تهريب، محاولات تهريب الأسلحة من ميليشيات إيرانية؟ يعني لو كنت أنت تنفي أنه الإخوان لهم علاقة بالموضوع، لكن الميليشيات الإيرانية في سوريا تحاول ما تزال يعني تهرب الأسلحة، والأردن حتى يعني ضرب داخل الأراضي السورية عدة مرات لهذه الأسباب. برأيك ما تداعيات ما يجري على الأردن والمنطقة؟ هذا لا خلاف عليه، هذا لا خلاف عليه أن النظام السوري ترك المجال لهذه الميليشيات ولتجار المخدرات بأن تجتاز حدودنا وتعبث بحدودنا. ولذلك علينا نحن في الأردن، وأعتقد أن الحكومة الدولة الأردنية استدارت استدارة ممتازة، وبالتالي أصبحت تتعامل مع هؤلاء المهربين تعاملا مناسبا. وأنا أدعو كل عين أردنية أن لا تخضع للابتزاز بالرشاوة وبالمال وبالتهديد، لأن هذا الموقف يسمم أبنائنا ويضر بدولتنا، ونحن ضد هذه الحالة وضد إيران عندما تدعم هذه الميليشيات. ولكن أنا أقول لك أننا دولة قوية لا أخشى عليها، وأخشى عليها من الفتن ومن الأيدي الخبيثة أكثر مما أخشى عليها من عدو نراه ونعرف تاريخه ونعرف وجوده على حدودنا ونعرف هذا بالتفصيل. لكن أحب أقول لك يا أستاذ، سترى أنظمة عربية تغير مواقفها عما قليل وستكشفها. اليوم استمعت إلى شخص يتحدث من داخل نظام عربي يعتبر من الأنظمة المقاومة لكنه يتحدث بلهجة أخرى، وهو يتحدث من داخل سوريا وليس من داخل المعارضة، ويتحدث بلهجة أخرى ولا يمكن أن يتحدث من رأسه ولا من رأيه، وهو يهاجم الإيرانيين الذين احتضنهم هو ونظامه في وقت ما
وحصل ما حصل للشعب يعني السوري. ما التغير الذي سيحصل تقول؟ نحن بوصلتنا واضحة. نعم ربما يكون أثمان بقاء بعض الأنظمة هو الاستدارة عن موقفها التاريخي خلال 20 سنة الماضية إلى اتجاه آخر، لا أستبعد. يعني يمسي روسي ويصبح أمريكي، يمسي أمريكي ويطلع روسي، يمسي إيراني ويطلع اتجاه آخر، ممكن وسترى. شكرا لك سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. فاصل مشاهدينا ونكمل محورنا الثاني في حلقة اليوم.